أهلا بكم في نشرة الأخبار العالمية، ونبدأ إليكم بالتفاصيل. قال الخبير الإيراني يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري إن العلاقات الاقتصادية بين إيران والسعودية ستتواصل في المستقبل، وإن الولايات المتحدة تفقد قوتها تدريجيا في الشرق الأوسط. نتابع التقرير الثاني مع الزميلة حميدة عبد الله. وصل السفير السعودي لدى إيران عبد الله بن سعيد العنزي إلى طهران يوم الثلاثاء بعد ساعات قليلة من وصول السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي إلى الرياض في وقت سابق من اليوم، مما أسهم في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب 7 سنوات من قطع العلاقات. وفي 6 إبريل أعلن البلدان رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري. وذكر زيدي المحلل السياسي الإيراني أن الجارتان ستستفيدان بشكل أكبر من إمكانيات التعاون الاقتصادي في المستقبل، وأضاف أيضا أن انتعاش العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية يظهر نية إيران في بناء علاقات جديدة مع جميع الجيران. وذكر أيضا بأن سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تهدف إلى خلق مواجهة بين إيران وجيرانها. وأشار المحلل السياسي إلى أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة يتراجع، وهو ما يفضي إلى تنمية إيران. اختتم معرض الراديو البرلين السنوي، وهو أحد المعارض العالمية في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونيات الاستهلاكية في برلين يوم الثلاثاء. خديجة أبو بكر. يعد المعرض الذي يبلغ عمره 99 عاما بمثابة مقياس للصناعة يكشف عن تطور أجهزة تلفزيون الليزر والهواتف القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء والمنازل الذكية وغيرها. وفي هذا العام احتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة كمفهوم شائع بين حوالي 2000 عارض من أكثر من 40 دولة، وعرضت العلامات التجارية الكبرى مثل سامسونج وهسنس وميلي منتجات موفرة للطاقة من أجل حياة مستدامة، كما تم عرض أجهزة وأنظمة موفرة للطاقة تعمل على تحسين استخدام الطاقة المنزلية، كما يعتقد بأن الأوروبيين والجمهور الأوروبي يتجهون حقا إلى العلامات التجارية الصينية وتحظى باحترام كبير. وقال المدير الإداري لشركة مانجمنت من الواضح أن جودة المنتجات ممتازة، لذلك يعتقد أن استيعاب الجمهور الأوروبي للعلامات التجارية الصينية يتزايد باستمرار، وهو أمر رائع حسب قوله. للتذكير فإن فاعليات المعرض سيستمر لخمسة أيام. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس العملة الأمريكية بمقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.67% ليغلق عند 104.807% يوم الثلاثاء. نتابع تقرير التالي مع الزميلة فاطمة عثمان. في العقود القليلة الماضية أظهر مؤشر الدولار الأمريكي تقبلات دورات واضحة نسبياً، وعندما يرتفع أسعار الفائدة الأمريكية يرتفع الدولار من خلال تعديل سياسته النقدية يتلاعب الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة بقوة الدولار، وعندما يصبح قويا أو ضعيفا يقلق الدولار الأمريكي أزمات للاقتصاد العالمي. لفترة طويلة أساءت الولايات المتحدة استخدام هيمنتها المالية وقامت مرارا وتكرارا بتعديل أسعار الفائدة وفقا لدورتها الاقتصادية، وقد أدت الزيادات القوية التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة إلى ارتفاع حاد في قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض حاد في قيمة العديد من العملات. يقول الاقتصاديون إن الولايات المتحدة من خلال هيمنتها الاقتصادية والمالية حققت أمداً مكاسب اقتصادية على حسب العالم كله، وألحقت الضرر برفاهية الناس في جميع أنحاء العالم، وإن سياستها النقدية غير مسؤولة لم تدع نظامها المالي تحت الضغط. أظهرت البيانات من البنك المركزي إن المدفوعات الغير نقدية التي تتعامل معها البنوك الصينية وصلت نموها السلمي في الرابع والثاني من عام 2023. عائشة عمر.
حيث بلغت المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية والأوراق التجارية والتحويلات والتسويات الأخرى 1308.83 تريليون، حوالي 182.32 تريليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بزيادة 12.28% على أساس سنوي وفقا لتقرير صادر عن بنك الشعب الصيني من الصين. وذكر التقرير أن المدفوعات الإلكترونية حصلت على نسيب الأصد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 842.19 تريليون، حوالي 115.2 تريليون دولار أمريكي. وأظهرت نظرة فاحصة لبيانات وسائل الدفع الإلكتروني أن المدفوعات عبر الهاتف المحمول توسعت بنسبة 14.29% مقارنة بالنسبة الفترة من العام الماضي لتصل إلى 138.96 تريليون، حوالي 19 تريليون دولار أمريكي. وكشفت البيانات أن معاملات البطاقات المصرفية ارتفعت أيضا في الربع الثاني بزيادة 11.35%. مشاهدينا الكرام، نهاية نشرتنا وشكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.